هل الأجهزة الإلكترونية، هل الألعاب، هل كذا هل كذا أثرت على اللغة؟ أنا بالنسبة لي كل واحد منكم أبغى يسولف الكيبورد كتابة الكيبورد. أنا بقول شيء. تفضل دراسة. تميم. أول شيء إنه ممكن بعض الأحيان يجي واحد يكتب مثلاً كلام وهو في الكلام طبعاً فيه مصحح. أيوة مصحح. هذا هو. مصحح إملائي. هو يكتب كلمة ويشوف الأحرف مثلاً أي كلمة، والمصحح الإملائي هو اللي صححها له. يا سلام. وهو يحسب ان الكلمه كذا تكتب. هذا اللي عنده مشكله طبعا في الكتابه كثيره صح؟ ايوه. فهو يعتمد دائما على المصحح الاملائي. انت لما تيجي تكتب في اي شيء بورقه ما في عندك مصحح املائي اصلا، خلاص اذا لازم تتعود على الكتابه الصحيحه. يعني انت ميم كانها تقول انه المصحح الاملائي تعتمد اعتماد كلي عليه. برافو. بعض الناس يعتمد عليه وبعض الناس ما يعتمد عليه، بس الافضل تكتب. بعض بالضبط. طيب بروح لفراس. بعض الناس في الوقت يعني يكتب اخطاء واضحه لكن من الاستعجال بعدين خلاص ترسخ في العقل اللاواعي. انت تبي تحسن املائك عليك بقراءة القرآن وقراءة الكتب، دائما تحسن املائك، تقوي لسانك. اما شغلة انك مستعجل يلا بسرعة انا خلاص. انا في حاجة قاعد تقول انت جميلة جدا عجبتني، انا قاعد كذا فيها عمق كذا. قراءة القرآن، مجرد ما انا اقرا القرآن احيانا واسمعه في نفس اللحظة احيانا ترسخ في العقل. تخيل لما انا اسمع واتبع في القرآن ترسخ صح؟ صح مره ترسخ، اللي هو النطق الصحيح للقران والكتابه. والكتابه مع انه في القران في كلمات احيانا كتابتها عاد الحين في الرسم العثماني تختلف عن كتابتها املائيا في كثير من الكتب جدا. لكن بصفه عامه الكتابه هي مثال بس. الحياه هي تكتب في القران الحياه وبعدين على الواو الف. احنا ما نبغى نتشعب. إيه انا ما بس بعطيكم مثال في الاخير بناخذ حلول. انا قلت حتى يوجد في الكتاب، ترى هذا حل من الحلول اللي هو كيف انا اصير يعني انسان ما عندي اخطاء املائيه وكذا وكذا، هذا من الحلول. بس انا سؤالي كان مهم، ابغى اتحدث عن انفسكم انتم. ترى الحديث اللي يتكلم عن النفس احيانا ترى اقرب للحبايب من الابطال. يعني لما انا اقول يا ابطال انتم لازم تسوون كذا، لا هذا ما هو اقرب من لما اقول يا ابطال ترى انا شخصيا لما يصير لي كذا ويصير لي كذا ويصير لي كذا، هذا اقرب الحديث. تميم انت اثرت عليك الكتاب والكيبورد على اخطائك املائيه وكذا؟ عندك اخطاء املائيه صراحه؟ الحقيقه بعض الاخطاء، لكن على طول اعدلها. يعني اكتب خطا مثلا، يعني يكون انا سواء مثلا زي ما قال نص طويل ولا شيء زي كذا، فاكتب اكتب اكتب فالخبط شويه، بس على طول يعني زي ما يقولون اداركها وامسحها. جميل. فراس. انا بالنسبه لي تكون الاخطاء عندي غالبا تكون مثال في الوات لما اكتب، ما اهم شيء، لان انا بالنسبه لي بالوات اهم شيء الفكره وصلت، لكن اذا كتابه املاء او زي كذا لا اكتب مضبوط. جميل. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.